السلام عليكم. اليوم مقطعنا غير، اليوم عندنا هدية. أول مرة أحس كذا الفخامة. الهدية هذه شيء غريب، والله شيء غريب. يعني شو كيف؟ كي نفتح هدية. بسم الله، يا سلام. أوكي، أتوقع واضح لكم الحرارة من هذا الشيء اللي هنا. أتوقع واضح لكم يعني. بسم الله، ناخذ هيل صوص ذوق النار او ذوق النار. انا ليش سميت الذوق ما ادري. ناخذ الصوص الاول، بسم الله. هنا ناخذ الصوص الثاني. الله العظيم، شكله نار وشرار. والله يعين، والله يعين. يقول لك اذا تبغى تلعب اللعبه هذه لازم تجرب الصوصات، وجايبين لك هنا حتى الشيء هذا. شوفون كنا كواب قهوه مكتوب عليها ديابلو امورتال. لا واثنين يعني يخلصهم كلهم. حاول انك تجرب الصوص تخلص اكبر كميه تقدر عليها بدون ما تشرب مويه. مع اني مجهزين مويه بس خلاص ما اقدر اشرب. الله يعين. مجهز اربع مويات. اوكي، اذا شربت واحده منهم فاني خسران يعني. بسم الله. لازم قبل ما احط الصوص هنا نشعل النار ورانا. انا ما ادري ليش جد يعني لابس سماعه. يا عمي شيل السماعه، انه راح نلعب على الايباد. اللعبه على اي او اس والاندرويد، فتقدرون تحملونها وتقدرون تجربونها مجانيه اللعبه. اوكي، بسم الله. خلونا بك هذا الصوص الاول. ايش فيه؟ تكفى فك. اوكي. يا ساتر الحراره. اول ما شميت على طول، شوفوا الحبيبات فيه، شوفوا الحبيبات. حاول اني اسوي زوم على الحبيبات الموجوده. تدرون الصدق وش يبغى لها؟ مع هذه يبغى لها رز وبتشوايه، وحط مع الرز كذا وشعل. هنا جاء فصبعي فبذوق. يا ساتر يا ساتر الحراره. طبعا جهزنا، حطينا في هذا الشيء وجبنا ناتشوز. راح يكون كذا الوضع، ناخذ حبة ناتشوز نغرف كذا. والله ما ودي اكثر لانه بيلعب فيني لعب. سمينا شخصيتنا في سلوم، والحين دخلنا وراح نجرب الصوص وراح نحاول ان نخلص. تصدقون ما حطيت العلبة الثانية. خلوني اخلص هذا الشيء اللي هنا، الكمية هذه اللي ما اتوقع اخلصها اصلا، وبعدها نفكر بهذا الشيء. الباكج للامانة جميل، يعني في هذا الشيء بعد تحديات حقتنا. كل شيء سويناه من هذولي، استخدم كاسين. نحاولنا على كاس واحد، اذا خلصنا الكاس حطينا على كاس ثاني. يقول لك اعرض المؤقت على الشاشه، يقول لك اللاعب الاسرع هو الاقوى. فانا جاني التحدي من بشار، فهل اني بخلص اسرع وقت قبل بشار او لا؟ واذا خلصت التحدي راح اوجه التحدي على شخصين باذن الله، او ثلاث اشخاص معليش. فبسم الله خلونا نلعب. حبه الاولى، والله كثرت. بسم الله. يا ساتر، نشيله كذا؟ والله حار، اقسم بالله حار. اتوقعت كذا. والله في وحوش يا رب يجيني ليفلات عاليه. طحت مثل هذا. لا تكفى، لا 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 تدمج، لا تعطيه مجال، لا تعطيه مجال. اوه ديم، والله ديم. لازم بعد ما نقتل هذولي لازم على طول ناكل فلفل. هل نقدر نتحمل ولا لا؟ والله حار. ما اتوقع نخلص كاسين صراحه. هذه اللقمه الثانيه. بسم الله. اوكي، هنا وحش. وش ذا؟ وش الوحش؟ اوكي، لازم كذا نسوي كل شوي. اوكي اوكي اوكي، يطلق اشياء من بطنه وانا اقول منشق بطنه. صار فم، صار فم. كيف كيف؟ اوكي 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 اوكي، والله ما بقى من هي لشيء، ما بقى من هي لشيء. لا لا، طقني طقني طقني. شفناه. يا ليفل 3، الحمد لله الحمد لله. اوكي اوكي، هذا قاعد يعطينا اشياء في الانفنتري حقنا. اوكي، هنا الانفنتري حقنا. اوه يمديني البس هذه العلكات. حلو حلو، تحميني شوي يعني. ناخذ هذا بعد. يا ساتر، اقسم بالله حار. اتوقع انه قاعد يتحمل خوينا. اوكي اوكي، اتوقع الحين. يا ساتر وش ذولي؟ انا ما ابغاهم ينقصون اي شيء من هيل، لان بقابل بعد شوي هذا اللي زرف خوينا، ما ادري سرق خوينا، ما ادري ايش سوى. كم عددهم؟ يا ساتر. لا 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 لا، والله الحمد لله اني سويت الحركه. اوكي اوكي، رجع هيلي شوي. حلو 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 حلو، هذا بيموت. نايس، خذينا الجولد، خذينا كل شيء. الحين والله اذا خلص هذا الناتشوز انا اعذر يعني، يمكن ما اقدر اكمل التحدي حتى لو ما خلصت الصوص هذا. ماني اصبر اصبر، خليني اكل. طيب اوكي اوكي. يا ساتر، قاعد احاول اني اخلص الصوص الاول بس ما قدرت. حرفيا ما سويت شيء مع اني قاعد اغطينا، بس كاني مليت الكوب. خلينا نعتبر هذا الكوب عن اثنين. ما ادري ايش سويته من راسي ذا الشيء، بس اوكي نعطيها كذا لقمه. والله شوفوا هذه صدق كثرت، اقسم بالله. شوفوا كيف والله كثرت من جهتين بعد. هذا شو طلق ذا؟ لا 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 لا،
اوكي 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 ناخذ اللي هنا بدينا نشوف الانفنتوري بعد شوي وعندنا اشياء نيو سكيلز افيلبل اوكي حلو حلو طلعنا زي الخاصيه اوه يلي 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 يا ساتر والله يلي نقص مره لازم لازم نذبحه الحمد لله ذبحناه اوه طلعتنا خاصيه جديده تشوفون هذه الاسهم ناخذ هذا اللبس وناخذ هذا الفاس نايس حلو 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 والله هي ناقص مره كيف نهيل طيب اوكي هذا الهيل حلو 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 والله اني احتريت حر يا ناس مع اني بجو مكيف والله حر هذولي لا لا سويت شيء غلط انا والله سويت خاصيه غلط قبل شوي نو ولو اشيلهم كلهم يا ساتر لا 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 والله سويت بالغلط دي مره حلو والله مشينا المشكله العداد ما ادري كم لكن راح يكون قدامكم المقطع استخدمت الادويه استخدمت كل شيء هذا وش سوى ما خلاني اتحرك يوه لا 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 ليفل 5 نايس بسم الله ربنا يستر والله العظيم تحمست بالاكل انا اتوقع لازم اغطي كثير واختفى شوف راح يسار ولا اي والله راح يسار يا درجه طاقته ولا كبر ذا الله يستر اصبر هذا الوحوش الصغار والمخلوقات الصغيره ذي ما ادري ايش صراحه بس انه قاردني انا قاعد احاول ابعد عنه عشان ما يطقني يا عمي اشيلهم بسرعه واشيلك انت بعد تعال 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 اوه لقطع لي سيلك والله كثير ما ابقى شيء ما ابقى شيء ما ابقى شيء بشيله 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 بدون ما الفت اللي ورا نو الحمد لله الحمد لله شلت الحمد لله والله سحبتهم كلهم اوه الفوز دم يو ساتر والله قوي الفوز والله قوي اقسم بالله قوي والله الصوص يا عمي حرفيا الناتشز ما ابقى فيه خلص والصوص ما خلص كيف اصبعي يا ساتر حرفيا ما خلصت الا هذا فهنا لازم اوقف لازم اوقف خلاص انا استسلم هنا خلاص والله خلاص لازم الحين اشرب مويه والله العظيم حراره بشكل مو طبيعي المهم يعطيكم العافيه على المشاهده ما اني ما خلصت تحدي فاتحدى ثلاث اشخاص اتحدى ابو سلو واوسمز واتحدى ابو كيان يعطيكم العافيه على المشاهده ان شاء الله استمتعتوا روابط لعبه في الديسكريبشن اللي يبغى يجربها ونراكم على خير في امان الله سلام